السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله سيكشن الرينال سيستم هيتقسم على جزئين. الجزء الأولاني هيبقى نون تيومرس ليجنز، والجزء التاني هيبقى تيومرس ليجنز. أول جار عندنا جار البوليسيستيك كيدني. احنا عارفين من سيستم الإجابة إن بيكون الأورجان والدايجنوزس والكومنت. فالأورجان هو هنا عبارة عن بايسكتد كيدني، والكومنت بتاعنا هقول هعلق الأول على الكيدني وهي لسه مقفولة. هنقول إن الكيدني السايز بتاعها انلارجد في السايز حوالي 18 في 10 سنتي بالتقريب. بعد كده لما بتبقى انلارجد في السايز بيكون الكبسول استريتشد عليها. بعد كده رقم 3 اللي هو الأوتر سيرفيس. الأوتر سيرفيس باين على شمال الصوره ان هو نودولار اوتر سيرفيس، والنودولز في من فاريبل في السايز والشيب، في منها صغير وفي منها الكبير. طب ايه الرينج بتاع السايز بتاعهم؟ من اول نص سنتي لغايه 3 و4 سنتي. طيب الكالر بتاعهم هيكون مختلف، في منها البلاكش ان كالر وفي منها اللايت براون ان كالر. لما باخد كات سيكشن زي على يمين الصوره، ده الكات سيكشن هيبين ان في كومبليت ريبليسمنت اوف ذا رينال بارينكيما باي مالتيبل سيست، حصل اتروفي للكورتكس والمظله، وريبليسمنت اوف ذا رينال بارينكيما باي مالتيبل سيست فاريبل في السايز والشيب، برده في منها الصغير والكبير اللي هو من اول نص سنتي اب تو 3 و4 سنتي. طيب اللايننج بتاعها كل السيستات اللايننج بتاعهم سين لايننج، اما بالنسبه للكونتنت دي اللي بتختلف. الكان السيستات اللي هي بيبقى لونها بلاكش ان كلر ده الكونتنت بتاعتها بلاد، اما اللي بتبقى لايت براون ان كلر ده الكونتنت بتاعتها يورين اند جيلاتينس ماتيريال. وطبعا في واضح في الكات سيكشن ان في انكريز للفايبروس تيشو سيبتا ان بتوين السيستات. يبقى لما نلم الكومنت تاني على بعضه، هو عباره عن انلارج كيدني واقول الدايمنشنز ويز ستريتشد كبسول، وفي نفس الوقت نودولار اوتر سيرفيس ونودولز فاريبل size and shape. الكات سيكشن بتاعها في اتروفي اوف كورتكس اند مدلة اند ريبليسمنت اوف ذا رينال بارينكيما باي مالتيبل سيست فاريبل ان سايز اند شيب من اول نص سنتي اب تو 3 و4 سنتي. وفي نفس الوقت الكالوريشن بتاعها هيبقى في منها بلاكش ان كالوريشن ديو تو بلادي كونتنت، وفي منها لايت براون ان كالر ديو تو يورين اور جيلاتينس ماتيريال ان كونتنت، وفي نفس الوقت انكريزد للفايبروس تيشو سيبتا ان بتوين ذا سيست. الجار الثاني هيبقى ده نفس الكلام، عبارة عن half of bisected kidney يعني نص كدني بس، برضو نفس الكومنت عليه، بقول ان الكدني بتبقى enlarged، بقول الدايمنشنز بتاعته حوالي 20 في 20، ليه stretched capsule ونودولار outer surface ونودولز variable في السايز والشيب. لما باجي اشوف الكات سيكشن بتاعه اللي هو ظاهر في الصورة، هيبقى الكات سيكشن برضو multiple cyst ان complete replacement للرينال بارينكيما باي multiple cyst، والسيستات باينة ان هي في منها small cyst اللي هي up to نص سنتي لغاية large cyst 3 و4 سنتي. وباين هنا فرق الكالوري ان في منها البلاك ان كلر ديو تو بلادي كونتنت، وفي منها اللايت براون ان كلر نتيجه اليورين او الجيلاتينس ماتيريال. ده جار تالت نفس الكلام، عبارة عن بوليسيستيك كيدني، هيبقى عبارة عن بايسيكتد كيدني بين الاوتر سيكشن والكات سيكشن. الاوتر سيرفيس بتاعها، الاوتر سيرفيس هيبقى انلارجد في السايز، وهنقول ان السايز بتاعها مثلا اباوت 15 في 8 سنتي، نودولار اوتر سيرفيس وعليها ستريتشد كبسول، والكات سيكشن باين جنبها عبارة عن ريبليسمنت للرينال بارينكيما باي مالتيبل سيست سمول سيست ولارج سيست. وبرده الكالر بتاعها في منها اللايت براون ان كالر وفي منها البلاكش ان كالر، وكل الاستستات ليها thin wall. بعد كده حاجة تانية اللي هي الأكيوت ديفيوز جلوميرولونيفرايتس، ده عبارة عن أكيوت انفلاميشن اوف ذا كيدني. طبعا هنا الأورجان هيبقى تو كيدنيز وتو يورترز ويورينري بلادر. التو كيدنيز هيبقى فيها أكيوت انفلاميشن، وبالتالي هيبقى الكيدنيز سلايتلي انلارجد في السايز وهتبقى سوالن، لكن الأوتر سيرفيس بتاعها سموث، والكبسولة هيبقى عليها استريتشد وترانسبرنت وجليسرينج الكبسول، لأن لسه ما حصلش في أي حاجة غير مجرد سوالن للكيدني. طب لما بفتح فيها كات سيكشن بلاقي إيه؟ بلاقي الانفلاميشن مأثر بس على الكورتكس بتاعت الكيدني. فالكورتكس هنلاقيها ان هي بقت تبقى بيل اند وايد، وايد نتيجة السوالوينج بتاع الاكيوت انفلاميشن، وفي نفس الوقت لونها بيل انكارر مع انكريز للبلفيك او الانترابلفيك فاتي تيشو، هو ده اللي هيكون انكريز. طب بالنسبة للتو يوريترز او اليورينري بلادر هيبقوا نورمال، مفيش فيهم اي تشينجز. يبقى ده كده acute diffuse glomerulonephritis enlarged swollen kidney وأقول الدايمنشنز مع stretched glistening transparent capsule. بعد كده الكات سيكشن بتاعها هيبقى فيها wide and pale cortex، وفي نفس الوقت increased للبيري بلفيك فات زي ما هو باين، واليوريتر والبلادر normal.
الكرونيك بقى ديفيوز جلوميرولونيفرايتس لا ده عباره عن كرونيك انفلاميشن، فهيبقى باين فيه هو برضو الاورجان هيبقى تو كيدنيز وتو يورترز ويورينري بلادر. التو كيدنيز متقربين في صوره لوحدهم ان هو هنلاقيها ان هي بتبقى ده كرونيك انفلاميشن لونج لاستنج انفلاميشن، فاثر على السايز بتاع الكيدني خلاها كونتراكتد. يبقى اذا كانت في الاكيوت بتبقى سوولن وانلارجد، لا انا هنا بتكون مودريتلي كونتراكتد، يعني السايز بتاعها حوالي 8 في 3 سنتي. ده بالاوتر سيرفيس. اذا كان الاوتر سيرفيس بتاع الاكيوت بيكون سموس وعليها ستريتشد كبسول وجليسيننج، لا هنا الاوتر سيرفيس هيبقى فيه فاين جرانيولاريتي نتيجه الكرونيك انفلاميشن، والكبسول طبعا هيبقى فايبروتيك واوبيك وهيبقى ادهرنت تو ذا اوتر سيرفيس اوف ذا كيدني. يبقى ده كده الاوتر سيرفيس فرق الاكيوت عن الكرونيك، واحده سوولن واحده كونتراكتد، واحده تبقى سموس اوتر سيرفيس واحده جرانيولار، وفي نفس الوقت الكبسول لو هو سموس وجليسيننج في الاكيوت فهو في الكرونيك هيبقى ادهرنت تو باتشي وفايبروتيك. طب لما باخد فيها كات سيكشن كنا بنقول ان في الاكيوت بتكون وايد اند بيل كورتكس، هنا برضو هتبقى الكورتكس بيل ولكنها تكون اتروفيك. هاي الكورتكس والمظله وباينه في الصوره دي اكتر، ان هتبقى الكورتكس والمظله الاثنين هيبقوا اتروفي لدرجه ان الديستينكشن ان بتوين الكورتكس اند المظله هيبقى نوت ابيرنج، يعني لوس اوف ديستينكشن بتوين كورتكس اند مظله. طيب يبقى ده كده الكيدني هتبقى contracted granular outer surface adherent capsule، وفي نفس الوقت الكات سيكشن بتاعها atrophic and thin bale cortex and medulla و loss of distinction between cortex and medulla. بالنسبة للتو يوريترز والجيورينري بلادر نورمال، لكن الليفت يوريتر فيه slight dilatation. يبقى ده كده chronic diffuse glomerulonephritis. بعديها ده بيناين نيفروسكليروزس، قريب الشبه جدا بالكرونيك جلوميرولونيفرايتس، هو برضه عباره عن كرونيك ديزيز وعمل اسكليروزس او فايبروزس اوف ذا كيدني. هو من اسمها هتبقى الكيدني كونتراكتد. فاحنا هنبتدي الاول الاورجان هيبقى تو كيدنيز وتو يوريترز ويورينري بلادر اند بروستات، مش معلقين فيها الا على الكيدني بس، ان هي تبقى الكيدني كونتراكتد في السايز بتاعها، واقول ان السايز بتاعها حوالي 8 في 3 سنتي. هتبقى الاوتر سيرفيس بتاعها فيه فاين جرانيولاريتي ويز ادهرنت فايبروتيك كبسول. طب الكات سيكشن لما بشوفه بلاقي ان الكورتكس والمظله الاثنين هيبقوا اتروفيك ولونهم جريش براون ان كلر واندستينكت فروم ايتش اذر. طيب هنا اليوريترز تو يوريترز هيبقوا نورمال، اما بالنسبه لليورينري بلادر زي ما هو باين في الصوره اللي على الشمال هيبقى فيها ترابيكيوليشن ويز سكند وول. يبقى هنعلق على الكيدني ان هي كونتراكتد في السايز جرانيولار اوتر سيرفيس وهيبقى فيها ادهرنت فايبروتيك كبسول، الكات سيكشن اتروفيك كورتكس اند مظله وبقى لونهم جريش براونش ان كلر ولوس اوف ديستينكشن بين كورتكس اند مظله. التو يورترز بيكونوا نورمال لكن البلادر بيبقى فيها ترابيكيوليشن اند سيكنينج اوف ذا وول. يبقى ده كده الدايجنوستس بتاعه بيناين نيفرو اسكليروزس. الجار اللي بعد كده اللي هو الايرلي هايدرونيفروزس. الهايدرونيفروزس عموما انا بيحصل اي كوز بيعمل اوبستراكشن لليورين اوت فلو من الكيدني، فاول حاجه يحصل فيها الباك بريشر اللي هو رينال بلفيس اللي بيتجمع فيه اصلا اليورين. طيب الهايدرونيفروزس ايه هي التشنجز اللي بتحصل فيه في كل جارات الهايدرونيفروزس؟ هي طبعا الكيدني هتبقى انلارجد اكيد في السايز بما ان الكونتنت بتاعتها لسه يورين، فيبقى معنى كده ان هي ما فيهاش انفلاميشن عمل لها ادهيشنز او فايبروزس، فهيبقى الاوتر سيرفيس بتاعها هيبقى سموث، وفي نفس الوقت الكبسول بتاعها هيبقى مجرد عليها ان هو استريتشد لكن سموث جليسرينج كبسول لان لسه ما فيش ادهيشنز تلزقوا على الاوتر سيرفيس. فاحنا هنبني اول جور هنلاقي ان هو ده عباره عن بايسكتد كيدني هتبقى انلارجد في السايز، ونقول الدايمنشنز بتاعتها حوالي 12 مثلا في 8 سم. الاوتر سيرفيس سموث ويز جليسرينج ستريتشد كبسول. طب الكات سيكشن بيبان فيه ايه؟ طبعا الباك بريشر بتاعه اليورين هتعمل دايلاتيشن للرينال بلفيس اللي هو اول جزء، وبعديها هتعمل فلاتنينج اوف ذا رينال بيراميد، وبعد كده هتفضل تعمل اتروفي بريشر اتروفي على الكورتكس والمظله، فهلاقي ان الكورتكس والمظله بقوا اتروفيك واندستينكت فروم ايتش اذر. لما نجمع الكومنت تاني على بعضه يبقى انا عندي انلارجد كيدني ليها سموث اوتر سيرفيس وستريتشد كبسول وجليسرينج كبسول، الكات سيكشن بتاعتها بتكون فيها اتروفيك كورتكس اندستينكت مظله في نفس الوقت فلات بيراميد اند دايلاتيشن اوف ذا بيلفي كاليزيال سيستم. ده كده الهايدرونيفروزس. جور تاني برضو للهايدرونيفروزس، دي الصوره وده الصوره الحقيقيه للجور، هيبقى باين في قوي في الصوره اللي على الشمال ان انا عندي برضو الكيدني وهي مقفوله هتبقى انلارجد وذ سموث اوتر سيرفيس وجليسنج سموث كبسول وستريتشد عليها، وهتقول الدايمنشنز بتاعتها يعني حوالي 13 مثلا في 7 سنتي. اما بفتح فيها كات سيكشن باين قوي ان هيحصل فيها كومبليت اتروفي للرينال كورتكس اند مظله، واتروفيك وسن وموجودين على البريفري،
وحصل فيها dilatation of the pelvic caliceal system and flat pyramid. يبقى هم اربع كلمات atrophic cortex indistinct مظلة او indistinct from المظلة ومعها dilatation of the pelvic caliceal system and flattening of the pyramid. يبقى ده كده الهايدرونيفروزس. جور تاني برضو للهايدرونيفروزس باين قوي هنا ان الكيدني انلارجد وماركتلي انلارجد كمان لدرجه ان هو عمل ما بقاش فيه اركيتكتشر للكيدني في الجزء الفوقاني بقت كلها عباره عن زي ما تكون وان كافيتي سموث لايننج نتيجه الهايدرونيفروزس فهتبقى انلارجد كيدني سموث اوتر سيرفيس استريتشد جليسرينج كبسول ونقول الدايمنشنز بتاعتها حوالي 15 في 8 سم ما بفتح فيها كات سيكشن زي ما هو باين ان الكورتكس بقت اتروفيك واندستينكت فروم المظله ما بقاش فيه لاين اوف ديماركيشن مع flat pyramid and dilatation of the pelvic caliceal system. ده برضو الهايدرونيفروز. ده جور تاني هيبقى في two kidneys و two ureters و bladder و prostate. ده بالنسبة للأورجان. طب ايه هو؟ هو برضو bilateral hydronephrosis فهيبقى kidney enlarged و smooth و outer surface و blessing stretched capsule. اما بالنسبة للcut section نفس الكلام هيبقى thin cortex او atrophic cortex indistinct from المظلة و dilatation للpelvic caliceal system. طب هي معايا هنا hydro ureter. hydro ureter يعني dilatation of both ureters. وفي نفس الوقت فيها بقى بالهرزيال changes. الهرزيال تشينجز باينه في اليوريتر على شكل بالهرزيال يوريترايتس اند سانجي باتشز. اليوريترايتس بتبان انها سكند وول اوف ذا يوريتر. طب السانجي باتشز بتبان عامله ازاي؟ هتبقى عباره عن السانجي باتشز لها كومنت اللي هو انها مالتيبل ايريجولار اليفيتد ديرتي يلوش باتشز. نفس الكلام بالنسبه للبلادر هيبقى فيها بالهرزيال سيستايتس هتبقى سكند وول وديرتي نيكروتيك ميكوزا وفي نفس الوقت بالهرزيال سانجي باتشز هتبقى مالتيبل ايريجولار ديرتي يلوش اليفيتد باتشز اللي هي ساندي باتشز. اما بالنسبه للبروستات هتبقى انلارجد بريستات ويز نودولار او كات سيكشن يبقى نودولار هايبربليزيا. يبقى دلوقتي لما نيجي نجمع الكومنت على بعضه انا عندي تو كيدنيز تو يوريترز يورينر بلادر اند بروستات. التو كيدنيز هنقول وصف الهايدرونيفروزس العادي انلارجد ويز سموث اوتر سيرفيس وستريتشد كبسول. الكات سيكشن اتروفيك كورتكس واندستينكت فروم المظله ويز دايلاتيشن للبلفي كاليزيال سيستم. بعد كده بالنسبه لليوريتر فيها هايدرو يوريتر اللي هو دايلاتيشن اوف ذا يوريتر وفي نفس الوقت بالهرزيال يوريترايتس اللي هو سكند وول بالهرزيال ساندي باتشز اللي هو المالتيبل ايريجولار ديرتي يلوش اليفيتد باتشز اللي هو ساندي باتشز. ننزل بعد كده على اليورينري بلادر هيبقى فيها بالهرزيال سيستايتس اللي هو سكند وول وديرتي ميكوزا وفي نفس الوقت بالهرزيال ساندي باتشز مالتيبل اليفيتد ديرتي يلو باتشز. بعد كده البروستاتيك هايبربليزيا اللي هو انلارجد بروستات ويز نودولار كات سكشن. بعد كده بقى البايونيفروزيس هو عباره عن ان الهايدرونيفروزيس لما بيحصل عليه سكندري انفكشن بيتحول انها تتملي بس وبالتالي ده هيبقى ليه تشينجز على الاوتر سيرفيس وعلى الكات سيكشن. ايه اللي طبعا التشينجز ان هي هتبقى لارجد في السايز عادي لكن الاوتر سيرفيس بدل ما هو كان سموث لما كانت الكونتنت يورين بقى الكونتنت بس فهيبقى فيها جرانولار اوتر سيرفيس. ده بالنسبه للكيدني وهي لسه مقفوله بدل ما كان الكبسول عليها بيبقى ستريتشد وسموث وجليسنج بس مجرد ستريتشد لا ده هيبقى ادهرنت كبسول زي كرونيك جلوميرولو نيفرايتس هيبقى ادهرنت وفايبروتيك كبسول. طب الكات سيكشن برضو الكات سيكشن هيبقى فيه اتروفيك كورتكس اند ميدالا موجوده على البريفري مع فلات بيراميد و دايلاتيشن للبلفي كاليزيال سيستم نفس التشينجز بس الفرق ما بين الهايدرو والبايونيفروزس ان بدا اللايننج بتاعت الانر كيدني اللي هي البلفي كاليزيال سيستم والبيراميد بدا اللايننج بتاعها يبقى ديرتي نيكروتيك بلاكش لايننج زي ما هو باين كده في الصوره مع ان بيبقى فيها ارياز اوف هيمروج اند نيكروزس وبيبان النيكروزس على شكل اليلوش سبوتس اللي موجوده ثرو اوت ذا رينال بارينكيما اللي موجوده في الكات سيكشن بتاع الكيدني. يبقى ده كده بايونيفروزس. جور تاني برضو للبايونيفروزس ده كده half of bisected kidney هتبقى فيه enlarged وليها granular outer surface وadherent fibrotic capsule. الكات سيكشن بتاعها هيبقى فيها زي ما هو باين dilatation للبلفيك كاليزيال سيستم ده رينال بلفيس وده رينال كاليسيس مع atrophy of الكورتيك اند مظلة اللي موجودة على البريفري وفيها areas من النيكروزس باينة أكتر عند في الجزء اللي تحت من الصورة ده عند الرقم هلاقي إن في على اليمين وعلى الشمال بتاع الرقم الصوره في يلوش ارياز دي اليلوش ارياز اوف نيكروزس اللي بتكون موجوده في الرينال بارينكيما مع البايو نيفروزس. جور تاني برضو للبايو نيفروزس ده عباره عن الاوتر سيرفيس بتاع الكيدني هنا باين ان الكيدني هتبقى انلارجد
وليها طبعا الجرانيولار اوتر سيرفيس مع الادجرنت فايبروتيك كبسول. الكات سيكشن بتاعه زي ما هو باين كده ان على البريفري اللي هو الخط الاسود ده، دي عباره عن اتروفيك كورتكس اند مدلة، وباين كمان ان اللايننج بتاعها بيكون اللي هو بلاكش اند ديرتي نيكروتيك لايننج. وفي نفس الوقت البلفيك اليزيال سيستم حصل له دايلاتيشن، بدا ان هو زي ما يكون وان كافيتي، وبرده في ارياز اوف هيموريدج اند يلوش ارياز اوف نيكروزس، يبقى في هيموريدج ونيكروزس، وفي نفس التشينجز ان هو اتروفيك كورتكس اند ميدالا وفلات بيراميد ودايلاتيشن اوف ذا بلفيك اليزيال سيستم، بس اللايننج بتاعها هيبقى ديرتي بلاكش لايننج مع ارياز اوف هيموريدج اند نيكروزس، والنيكروزس بيبان على شكل يلوش. نيجي للجور ده، الاورجان عندنا هيبقى ليفت كيدني ومعاها ليفت يوريتر يوريناري بلادر اند بروستات، وهما الاربعه اورجانز وهيبقى فيهم اربعه تشينجز. بالنسبه لليفت كيدني هيبقى فيها بايو نيكروزس، نفس الكلام هتبقى انلارج كيدني، السايز بتاعها تقريبا 15 في 10 سنتي، الاوتر سيرفيس بتاعها هيبقى جرانيولار اوتر سيرفيس وديرتي ان كلر، والكبسول اللي عليها هيبقى فايبروتيك ادهيرنت كبسول. طيب بالنسبه للكات سيكشن نفس الكلام، هيبقى دايلاتيشن اوف ذا بيلفيك كاليزيال سيستم، وبالنسبه للميدر اللايننج ميكوزا هتبقى ديرتي جريش ميكوزا. طيب والارياز اللي هي الاجزاء اليلوش دي ايه؟ دي عباره عن يلوش ارياز اوف نيكروزس، يبقى ده بالنسبه للكيدني انلارجد وذ جرانولار اوتر سيرفيس فايبروتيك ادرانت كبسول، والكات سيكشن فيها dilatation of the pelvic calcium system and dirty grayish mucosa with yellowish spots أو foci of necrosis. طيب ننزل بعد كده على اليوريتر، فيها بايو يوريتر نفس اللي changes قريبة من الكدني، هيبقى برضو dilated يوريتر، والاوتر surface أو بمعنى صح الوول بتاعه هيبقى second wall وهيبقى dirty ولونه grayish in color، والميكوزا lining بتاعتها هتبقى dirty grayish mucosa، يبقى enlarged أو second يوريتر او يعتبر dilated ureter والsecond wall، وهيبقى الاوتر سيرفيس بتاعه rough وفي نفس الوقت الانر سيرفيس dirty grayish mucosa. ننزل بعد كده على اليورينري بلادر، اليورينري بلادر هيبقى مجرد فيها بالهرزيال سيستايتس، فهيبقى الوول بتاعها سكند وفيها dirty grayish mucosa with fine granularity عشان البالهرزيال سيستايتس، يبقى dirty grayish mucosa with granular appearance عشان البالهرزيزيس، وفي نفس الوقت هتبقى ليها سيكند وول. بعد كده اخر حاجه البروستاتيك هايبربليزيا، تبقى انلارجد بروستات ويز نودولار كات سيرفيس، يبقى انا عندي اربعه اورجان باربعه فايندينج فيها. ده جور تاني بيكون فيه هيدرونيفروزس اند بايونيفروزس، يبقى الكيدني لو احنا قفلناها على بعضها هنلاقيها ان هي انلارجد في سايز، واقول الدايمنشنز بتاعها بالتقريب كام في كام. الاوتر سيرفيس بتاعها بما ان بدا يبقى فيه بايونيفروزس فالاوتر سيرفيس هيبقى جرانولار وعليها ادهرنت فايبروتيك كبسول. طب الكات سيكشن زي ما انتم شايفين حصل فيه اتروفي للكورتكس والمظله وفلات بيراميد ودايلاتيشن اوف ذا بيلفيك كليزيال سيستم، وباين قوي في السنتر بتاعه البارينكما اللي هي الارياز اليلوش ارياز اوف نيكروزس موجوده على البريفري وموجوده في السنتر بتاعها اللي هو اليلوش سبوتس او فوكاي اوف نيكروزس اند هيموريدج، وبالاخص ان اليلوش كلوريشن ده بتاع النيكروزس، وفي نفس الوقت هتبقى اللايننج بتاعها بدا يبقى ديرتي بلاكش او ديرتي نيكروتيك براونش او بلاكش او بلاكش لايننج، فهيبقى دي فيها جزء هيدرونيفروزس اللي هو الابر بورت، والجزء اللور بورت كله بقى بايو نيفروزس.